الطب نفسي مأملة. دعيتك بحق اسمك والذكر دي نزل شافي لنا الوالد من امراض داخله. فلا الطب ينتج دون امرك سوى الفشل. تعاليت امرك قط ماشي فشله. ترسل لابونا العافيه رب في العجل كما القلب ما يقوى يرى الشر ينكله. قصيده كلمات الشاعر ابو بشير علي ناجي محمد الغرسي موجهه الى اخوه الشاعر ابو حسين طارق ناجي محمد الغرسي وجميع اخوانه تحكي عن مرض والدها الغالي الشيخ ناجي محمد الغرسي حفظه الله ورعاه واطال في عمره. يلحنها فايز ابو شمس عزف ابو خليل عبد الفرحان ويقحها زياد فرحان. معك هي تسهيلات الفايز ضمان. يقول الفتى ما خاب ظني ولا الامل بربي ولا في الطب نفسي مأمله. دعيتك بحق اسمك والذكر ذي نزل تشافي لنا الوالد من امراض داخله. فلا الطب ينتج دون امرك سوى الفشل. تعاليت امرك قط ماشي فشله. فلا الطب ينتج دون امرك سوى الفشل. تعاليت امرك قط ماشي فشله. ترسل لابونا العوافي يهرب في العجل كما القلب ما يقوى يرى الشر ينكله. وترحم لمن قلبه بنيرانه اشتعل من الشر قد دمعه على الخد سايله. وترحم لمن قلبه بنيرانه اشتعل من الشر قد دمعه على الخد سايله. وترحم لحالتنا بدونه في العمل كما القلب متعود اذا احتار يساله. عمينا بدونه كل شي دون بملل ولا عاد لذة نوم او زاد ناكله. ولا زاد صوفي جوي في شره لنا شغل وخدش لنا الافكار والشغل عرقله. والله عاش فيك. ولا زاد صوفي جوي في شره لنا شغل وخدش لنا الافكار والشغل عرقله. كملنا فجايع من عاي الشر ذي دخل لجسمه وللشريان سده وعطله. من القلب والسكر من الضغط حن نزل من القصدره وامراض اخرى تبهدله. من القلب والسكر من الضغط حن نزل من القصدره وامراض اخرى تبهدله. ورقم المرافق ذي مع اهل قد اتصل وصوته مكدر هز جسمي وزلزله. الهي عليك الحال لما من سواك حل. اسالك تزيل الشر منه وكنسله. امين. الهي عليك الحال لما من سواك حل.
أسالك تزيل الشر من هواك السلا ويا هاتفي ببياتي العذب والجمل إلى رقم طارق 6 7 وصلا وخصه سلامي بالملايين له تصل والأخواني يا 7 سلامي تسلسل وخصه سلامي بالملايين له تصل والأخواني يا 7 سلامي تسلسل كفانا غوى يا أخوان عمر الطايا شزل ومن زاد غوي واجب جميعا نعدله نخفف على الولد من أعماله الثقل وكل جناح الذل منا ينزله أبو لا تعب في دنيا تهلج لنا وشل وكافح وواجه لاجل عوله مشاكله أبونا تعب في دنيا تهلج لنا وشل وكافح وواجه لاجل عوله مشاكله وأمره إذا وجه ينفذ بلا جدل وسمعا وطاعة قط ما حد يجدله كما حالته ما تحتام رفض أو هزل على حسب ما ربي أمرنا نعمل كما حالته مات واحتام الرفض أو هزل على حسب ما ربي أمرنا نعمله ومن ركزه غلطان يا أخوان لا خذل ومن لهنا ولا عصيان ربي نصله هو النور يا أخواني هو الضوء للمقل وهو رزقنا تبت يا دهمن يزعل هو النور يا أخواني هو الضوء للمقل وهو رزقنا تبت يا دهمن يزعل تكاتف تعاون منا زعل وللمصلحة العامة هدفنا من أوله نبطل طمع نبعد من الكذب والحيل وبالحق من قدام حسابه يسجله ومشلا مرض كل عين ضبعه كما العسل ولا هو بخر كل عين عمدا يشغله كما قال وطعه لمن طبعه الزبل فما بالكم من أب طيبه جملا كما قال وطعه لمن طبعه الزبل فما بالكم من أب طيبه جمله فعاده لنفسه شايل الحمل كالجبل وطايع لنفسه والطالب لا نفعله عضه واعتبر للكل يا اخوان ما حصل وكل ليل يمسك يا أشقى فرمله إذا احنا رجال أحرار بنتبع المثل في خير الكلام ما قل قالوا يدلله
احنا رجال احرار بنتبع المثل في خير الكلام معقل قالوا يدلله وعفوا اذا الهجس عليكم بسي وزل سماح الجامع كل عين يا اخواني يرسله وفي ختمها صليت ما طايره زجل على خير وافضل خلق للقبر توصله